حيل صبرهم وذاقوا ذرعا بالانتظار، فثاروا احتجاجا على عدم تفعيل قانون العفو التشريعي العام. حاول بعض المعتصمين في ساحة القصبة الانتحار حرقا، وباءت محاولاتهم بالفشل، فقد تدخل الحاضرون لمنعهم وإسعافهم. إنه يوم الغضب لدى معتصمي الصمود، لم تتحقق مطالبهم رغم مضي 100 يوم على بدء اعتصامهم. أطلقنا عليه هذا اليوم يوم الغضب، وهي مرحلة الغضب بصفة عامة. احنا اليوم بعد 101 يوم ما لقينا من الحكومة هذه إلا المماطلة، عدم التعامل بجدية مع هذا الملف، برغم أن هي ما عندهاش فيه لا ناقة ولا جمل فيه. جاءوا من كل الجهات واجتمعوا هنا في يوم قائظ بحثا عن أجوبة لأسئلة اعتبروا أن الصمت الرسمي طال إزاءها. ماناش طالبين الشيء الكبير، هل ياسر علينا؟ سألنا سؤالات، قلنا لهم علاش الوحيدين انتزلنا؟ علاش الوحيد تمت مراقبتنا إداريين؟ علاش الوحيد تمنعنا؟ علاش الوحيد تم اغتصاب بناتنا؟ علاش الوحيد طردنا من عملنا؟ علاش احنا الوحيدين ما تمش تفعيل المرسوم تاعنا؟ وحدة المطلب وحدت الجهة وحتى الأعمار، الرجال والنساء والأطفال وقفوا صفا واحدا من أجل مطلب واحد. نحن متواجدات منذ اليوم الأول لأن هذا حق من حقوقنا. نحن حرمنا أبسط الحقوق. أحكي على نفسي مثلا، حرمت الأطفال. لماذا؟ لأني تزوجت بعد أن خرجت من السجن. كون المعتصمون لجنة أوكلوا إليها مهمة التفاوض مع رئاسة الحكومة، ليتحول الاعتصام إلى مهرجان خطبي ألقيت فيه قصائد من وحي المعاناة، ورقص فيه الجميع أملا في أن يدفع يوم الغضب الجهات الرسمية إلى الاستجابة. لم تفلح سنوات السجن الطويلة في كسر إرادتهم، بل زادتها صلابة. اليوم الأول بعد 100 في اعتصام الصمود تحول إلى أعلان للغضب، احتجاجا على سياسة الأيادي المرتعشة كما وصفها المعتصمون. فقد فشلت هذه الأيادي في تحقيق مطلبهم الأساس، تفعيل قانون العفو التشريعي العام. منيرة شريفي، قناة المتوسط، ساحة القصبة، تونس.